والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعقده للمرة الثانية مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، المدرس في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن وأشكر له تفضله بقبول دعوة البرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، في الحقيقة كان حديثنا في اللقاء الماضي عن مشايخكم ونشأتكم وعملكم في الإسلامية منذ إنشائها، ثم عن دروسكم في المسجد النبوي الشريف. أجد أنها فرصة أيضا للحديث عن بعض الشخصيات القريبة منكم من العلماء الأفاضل الذين كان لكم صلة خاصة بهم، أخص منهم في هذا المقام الشيخ عمر فلاته رحمه الله الذي توفي قريبا، وأعلم أن لكم صلة قوية ومتينة بفضيلة الشيخ عمر، هل لكم أن تحدثونا عن هذه الشخصية العلمية رحمه الله؟ نعم، هذا الرجل الحقيقة هو من أخص الرجال الذين تجمعني بهم صلة قوية وبيني وبينهم مودة عظيمة، وذلك في الله ومن أجل الله. فهو رجل ذو علم وخلق، وقد تعرفت عليه منذ قدمت المدينة في عام 71,300,000، وحصل الاتصال معه كثيرا، لا سيما في رحلات في خارج المملكة في تعاقد مع مدرسين بالجامعة الإسلامية، وكان ذلك في الأردن وسوريا ولبنان ومصر. وقد عرفته من خلال اتصالي به الطويل، وكذلك سفري معه عرفت فيه العلم والفضل والعبادة والتقى رحمة الله عليه. وكان رجلا فاضلا ورجلا ذا خلق كريم وذا علم وحرص على نفع المسلمين وحرص على التوعية والتوجيه والإرشاد إلى الخير. ومن مزاياه رحمة الله عليه أنه كثير الدعاء من ولاة الأمر في هذه البلاد. ومن المعلوم أن من علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، وعلامة أهل البدعة الدعاء عليهم، كما ذكر ذلك الحسن البربهاري في عقيدة أهل السنة. وكان رحمة الله عليه ذا علم وخلق، وتجمعني به يعني المودة والحب في الله والموالاة فيه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، والذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله إن سمع على ذلك وتفرق عليه. كانت له دروس الشيخ عمر في المسجد النبوي، ماذا كانت دروس؟ نعم، كانت له دروس في المسجد النبوي، وكانت يعني في الحديث، غالبها في الحديث. وكان رحمة الله عليه درس في المسجد النبوي 49 عاما، من عام 70,300,000 وهو يدرس في المسجد النبوي، إلى أن توفي في اليوم 29 من شهر ذي القعدة من هذا العام 1419. وكان أيضا رحمة الله عليه ملازما للحج، وقد حج 53 حجة، لأنه رحمة الله عليه حج سنة 65، وكان ملازما للحج حتى عام 1418، ولم يتخلف عن الحج إلا سنة واحدة بسبب تمريض، مريض كان يعني عنده في وقت الحج، وتخلف عن الحج في تلك السنة. وكانت من حجاته هذه الكثير رحمة الله عليه، وهو ذو العبادة وذو تقى وذو نصح للمسلمين رحمة الله عليه.
رحمه الله. هل هناك فضل الشيخ يحسن أن يذكر بعض المواقف التي جمعتكم مع الشيخ عمر في بعض الأشياء؟ الشيخ عمر رحمة الله عليه كان يعني مجاورا لي في الحلقة في المسجد النبوي، وهو قريب مني، وكثيرا ما أسمع صوته الجهوري يعني يصل إلي، يعني فكان مقر حلقته قريبا من المكان الذي يدرس فيه في المسجد النبوي، وكان يعني من الأشياء التي المواقف التي يعني جرت بيني وبينه، وكان بيني وبينه مداعبة، ويعني وكان رحمة الله عليه يعني ذا دعابة طيبة، فكان من الأشياء الغريبة والأشياء اللطيفة ومن عجيب الاتفاق أنني كنت أذكر يعني عندما أتكلم معه وأقول أنه كبير وأن الشيخ عمر كبير وأنه كبير السن، فكنت يعني في بعض الأحيان إذا رأيت كنت وإياه رأيت شخصا يعني كبيرا قلت هذا يعني من جماعة الشيخ عمر أو مجلس الشيخ عمر، فكان من الأشياء الغريبة والأشياء اللطيفة التي قد حصلت أننا يعني ذهبنا إلى عرفات في سنة من السنوات، ولما جئنا إلى مخيم التوعية في عرفات وإذا فيه رجل كبير السن قد شاب منه كل شيء حتى حاجبه، فقلت للشيخ عمر هذا من جماعتك أو هذا من يعني أسنانك، فضحك. وكان من عجائب الاتفاق أننا لما جلسنا وتحدثنا وإذا الرجل يقول أنه تلميذ لي أنا، أنني درسته في الرياض في مدرسة هلالية ابتدائية في عام يعني يمكن 1374، وكان يعني هو من بلاد زهران وأنا لا أعرفه، ولكن بعدما جرى الحديث قال لأنك درستني في مدرسة الفلانية، يقول الشيخ عمر يقول لي أنا 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 يعني سبحان الله يقول أنك درستني في، وكان الشيخ عمر أخذها علي وكان يردد يقول أنت تلميذ عبد المحسن أنت تلميذ عبد المحسن، يعني يريد رحمة الله عليه أن يقلب المسألة علي، لأنني قلت أن هذا كبير مثلك فصار تلميذا لي في النهاية. ومن العجائب أن هذا حصل في عرفات في هذا المكان الذي تسمح الأمم كثيرة، ثم يأتي هذا الشخص الذي درسته في مدرسة ابتدائية، وكنت في وقت تدريسي في وقت دراستي في معهد الرياض العلمي وكلية الشريعة ودرس متبرعا في المدارس الليلية الابتدائية، وكان الذين يدرسون في ذلك الوقت موظفين لأنهم لا يتمكنون من الدراسة في النهار فكانوا يدرسون في الليل، وكنت أدرسهم أو ممن يدرسهم، فكان هذا الشخص يعني ممن درسته، فهذا من المواقف التي يعني جرت أو تذكر بيني وبين الشيخ عمر رحمة الله عليه، وهي من اللطائف وهي من لطائفه رحمة الله عليه. أحسنتم وأثابكم الله.